بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي اعمل باك اب لصوره او نسخه من الويندوز 8.1 انا حافظها عندي على هارد ديسك. النسخه اللي قدامي ديت نسخه ويندوز 8.1 بدات تخرف وعلى وشك انها انا كنت اصلا قبل كده اول ما سطبتها او اول ما سددتها حفظت منها باك اب كوبي. فازاي استرجع النسخه ديت من السايد كده رايت سايد كورنر كده، بحرك الماوس على الكورنر واجي على سيتنجز واختار تشينج بيرسونال كمبيوتر سيتنجز. هلاقي في حاجة اسمها ابديت اند ريكفري على الليفت سايد اختارها، هيجي لي ريكفري اختارها، هختار ادفانسد ستارت اب اقول له ريستارت ناو. عملت ريستارت للكمبيوتر زي ما هو واضح قدامي بالشكل ده. في عندي كونتينيو ولا ترابل شوت ولا تيرن اوف يور بيرسونال كمبيوتر، اختار ترابل شوت. هختار بعد كده في عندي ريفريش يور بيرسونال كمبيوتر ولا ريسيت يور بيرسونال كمبيوتر ولا ادفانسد اوبشن، اختار ادفانسد اوبشن. الاقي في من ضمن الخيارات اللي عندي سيستم ايمج ريكفري. لو انا اصلا كنت عامل سيستم ريستور بوينت اقدر استرجعها من السيستم ريستور، بس انا عايز سيستم ايمج ريكفري، هختار سيستم ايمج ريكفري بالشكل ده كده. هيبدا الجهاز يعمل ريستارت زي ما هو واضح قدامي علشان يبدا يختار الدرايف اللي عليه او الهارد اللي عليه الكوبي. هنشوف ايه اللي هيحصل. عمل بدا يعمل ريستارت زي ما هو واضح عندي. انتظر لحد ما يبدا ويحدد لي الدرايف اللي عليه الكوبي ايمج كوبي زي ما واضح هو بيعمل بريبيرنج للسيستم ايمج ريكفري. هنشوف ايه اللي هيحصل. احنا زي ما احنا قلنا احنا الاول الافضل ونصيحه انا بدل ما اقعد كل شويه محتاج اسطب نسخه ويندوز واوجع دماغي، انا دلوقتي سطبت نسخة ويندوز. بعد ما سطبت كل البرامج اعمل باك اب لنسخة احفظها على درايف. بلقيت النسخة بدأت تخرف استرجعها بالطريقة اللي انا بعملها دلوقتي. جاب لي صفحة مكتوب سيستم ايمج ريكفري، تشوز ان اكونت تو كونتينيو، اخترت الاكونت اهو اقول له كونتينيو. هيبدأ يدور على المكان اللي موجود فيه الايمج. جاب فعلا يوز ذا ليتست، جاب سيلكت سيستم ايمج باك اب يوز ذا ليتست افيلابل سيستم ايمج اللي هي انا حافظها هنا اهوت زي ما هو واضح. اقول له نيكست. بعد كده اقول له نيكست. دي يديني رساله تحذيريه بيقول لي اف ذا ريستور بروسيس از انتربتد اور فيلز تو كومبليت يور كمبيوتر مايت نوت ستارت اب او بوت. هنقول له فينيش. بيديني رساله تحذيريه بيقول لي all data on the drives to be restored will be replaced with the data in the system image. Are you sure you want to continue؟ ملحوظة مهمة جدا هنا، كويس ان جات لنا رسالة عشان نفهم الملحوظة غاية في الأهمية. لو بفرض ان انا نزلت برامج او كتب او مواضيع او حاطط ملفات مهمة على السي مثلا وانا عايز اعمل ايمج باك اب، يبقى لازم اشيل الحاجات المهمة كلها من على الدرايف اللي انا بعمله باك اب. ليه؟ لان هيتفرمت هذا الدرايف وهتتحط نسخه من الايمج اللي انا حافظها. فانا قبل ما اعمل الموضوع ده انا قمت شايل كل حاجه مهمه عندي على
السي هقول له ماشي كمل، بدأ يعمل ريستور ري ايمج يور كمبيوتر، وبدأ يعمل خطوات الايه الريستور زي ما هو واضح عندي بالشكل ده. بدأ يعمل ريستورنج للديسك سي او درايف سي، ما حاولش خالص اطفي الكمبيوتر او اعمل اي شيء خالص اثناء عمليه ريستورنج، لان كده لو انا عملت طفيت الكمبيوتر او عملت ستوب للريستور يبقى انا عملت زي اللي رقص على السلم، لا منه ساب الويندوز اللي كان شغال ولا منه رجع الايه الايمج باك اب اللي هو حفظ، فاحنا سايبينه خالص اهوت يكمل الايه اللي هي السيستم ريستور الايمج باك اب او ايمج ريستور.